عندنا طبعا اقاله وزيره التربيه والتعليم المسؤول عن التسريبات اللي حصلت والمسؤول عن فساد الامتحانات، وان هو يعترف ان هو فشل في اداره منظومه التعليم. انا مش هاتمن التعليم في مصر على وزير فاشل مش عارف يدير منظومه خالص. احنا اول ما نشوف امتحانات ثانويه عامه بتتصرف بعد اللجان بخمس دقائق، واي طالب ما شاء الله 20 جنيه لاي مراقب يلاقي الامتحان في خمس دقائق واجاباتنا مذابيه وكل حاجه. احنا مش عايزين، وعايزين نقلل التنسيق. حرام قوي لما طالب يكون تعب طول السنه وعشان الناس غشوا التنسيق يعلى، وانا كطالب مجتهد طول السنه ما اجيبش الكليه بتاعت حلمي واضيع والله تعبي وتعب اهلي ومجهود اهلي طول السنه. ده مش يرضي ربنا. طالبنا ان كل الناس اللي غشت نبقى مذاكرين ونخش نلاقي ناس غش الامتحان ويحلوا احسن مننا. اللي تعب مش زي اللي ما تعبش، اللي ما تعبش بيحل احسن من اللي تعب. سمعوهم اسمعوا يا جماعه.